ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس الاسبوعيه من يوم 18 ل 24 اكتوبر تشرين الاول. تساعد اساليبك الديناميكيه بشكل كبير في تعزيز اي مشروع تقوم به. ان مستوى الكفاءه والتفكير الذي تعرضه يعزز مكانتك في مكان العمل، ويمكنك من التعامل بشكل مرضي ودبلوماسي مع أي نزاعات قائمة. حقق أقصى استفادة من الثقة التي تحصل عليها من خلال إظهار بعض الاعتبار لأصدقائك وأولئك الذين تهتم لأمرهم أكثر، وأخبرهم بمدى تقديرك لما يفعلونه من أجلك ومدى أهمية دعمهم الذي يقدمونه. عاطفياً، إذا كنت أعزباً من أجل الرومانسية الجديدة، إذا كنت على علاقة فستكون جاهزاً لبعض الأوقات الممتعة مع حبيبك. لا تتردد في تجربة الأشياء التي طالما رغبت في تجربتها. إذا كان من الممكن قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فندق لطيف، أو إذا كنت لا تستطيع فعل ذلك فاستخدم خيالك. إذا كانت علاقتك خاصة بك فضع بعض الخطط المحفزة وضعها موضع التنفيذ. مهنياً، لا تقلق كثيراً إذا بدأت على اتصال أكثر بقليل من المعتاد، فأنت مستعد لجميع الاحتمالات وفي النهاية قادر على التعامل مع تلك المشاريع التي كنت تؤجلها لبعض الوقت. استفد من حماسك وحاول العمل على إذا استطعت في فريق، لا تخف من أن تكون قائد الفريق، لديك الدارية اللازمة للقيام بذلك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.